منذ قليل وصل المستشفى المعمداني عدد من الإصابات بعد إلقاء طائرة إسرائيلية مسيرة كوادسكابتر قنبلة وإطلاقها النار تجاه تجمعات للفلسطينيين كانوا يتواجدون قرب شارع السكة في المناطق الشرقية لحي الزيتون، حيث تم نقل هؤلاء الإصابات عن طريق العربات التي تجرها حيوانات وكذلك المواطنين إلى داخل المستشفى المعمداني، مع العلم أن المناطق الشرقية لحي الزيتون منذ أكثر من 50 يوم تشهد عمليات توغل على أكثر من محور من قبل الآليات العسكرية وقوات الاحتلال الإسرائيلي، وهناك استهدافات متواصلة سواء من الطائرات الحربية أو المدفعية الإسرائيلية التي استهدفت مؤخرا مناطق متفرقة سواء من مفترق دولة ومنطقة السكة والمناطق الشرقية الجنوبية لحي الزيتون، وكذلك امتداد شارع رقم 8 ومنطقة علي والمصلبة وغيرها من المناطق التي كانت عرضة للاستهدافات الإسرائيلية. أيضا الأحداث في شمال قطاع غزة تحديدا في مخيم جباليا شمالي قطاع غزة لا تزال تشهد استهدافات متواصلة من قبل الطائرات الحربية من جهة والمدفعية الإسرائيلية من جهة أخرى، إضافة إلى إطلاق نار متواصل من قبل الزوارق والبوارج العسكرية المتمركزة على طول الساحل الشمالي الغربي لقطاع غزة ولمدينة غزة، وتستهدف كل الفلسطينيين الذين يتواجدون على شارع البحر الرشيد في تلك المنطقة، مع العلم بعد التهديدات الإسرائيلية بضرورة إخلاء مزيد من النقاط والمربعات السكنية في مناطق جباليا النزلة وجباليا البلد ومنطقة الصفطاوي امتدادا لمنطقة الشيخ رضوان أو منطقة البركة تحديدا بركة الشيخ رضوان في المنطقة الشرقية الشمالية لقطاع غزة. شاهدنا عمليات نزوح ملحوظة لأسر فلسطينية خرجت من تلك المنازل التي كان من المفترض أن تكون آمنة والتي نزحوا بعد أن كانوا يتواجدون في مناطق مخيم جباليا، ولكن الاستهدافات الإسرائيلية وعمليات إطلاق النار والتهديدات الإسرائيلية المتواصلة لتلك المنطقة تسببت في حالة ذعر لدى كثير من الأسر الفلسطينية، وهناك في حيرة أصبحوا في حيرة من أمرهم نتيجة عمليات النزوح المتكررة من منطقة إلى أخرى، وكافة مناطق شمال قطاع غزة حقيقة هي عرضة لاستهدافات. أيضا في المناطق الغربية كان هناك شهيدين وعدد من الإصابات في استهداف طائرة إسرائيلية مسيرة تجمع للفلسطينيين في محيط ميناء الصيادين في المناطق الغربية لمدينة غزة، حيث نقل الشهداء والإصابات إلى مستشفى الشفاء، وكذلك كان هناك لحظة عمليات نزوح الفلسطينيين من منطقة الصفطاوي في المناطق الشمالية لقطاع غزة، تعرض أحد منازل المواطنين في تلك المنطقة لاستهداف مباشر من قبل الطائرات الحربية الإسرائيلية لحظة خروج عشرات الأسر الفلسطينية في الشارع، وبالتالي كان هناك عدد من الإصابات في صفوف هؤلاء الفلسطينيين بينهم نساء وأطفال، وتم نقلهم عن طريق سيارات الإسعاف وكذلك جهاز الدفاع المدني إلى هنا المستشفى المعمداني الذي أصبح يستقبل الإصابات والشهداء من كافة مناطق شمال قطاع غزة. مع العلم وفق المصادر الطبية هناك عدد كبير من الشهداء والجرحى لا زالوا يتواجدون في مناطق متفرقة من جباليا من مخيم جباليا تحديدا، يصعب على الطواقم الطبية الوصول لهم. الليلة الماضية فقط كان هناك قرابة 22 شهيدا وأكثر من 90 مصابا في مخيم جباليا لوحده والمناطق التي تعرضت إلى استهدافات. أيضا في المناطق الشرقية تحديدا في حي التفاح كان هناك استهداف منزل مأهول بالسكان، هذا أدى إلى ارتقاء 3 من الفلسطينيين وجرح آخرين. أيضا كان هناك استهدافات في المناطق الشرقية لحي الشجاعية من خلال المدفعية الإسرائيلية وكذلك حي الزيتون وحي الصبرة، وكانت هناك عمدة دخان تصاعدت من تلك المنطقة نتيجة الاستهدافات الإسرائيلية المتواصلة. أيضا الوضع الصحي والوضع الإنساني هنا في مدينة غزة وشمال القطاع ومع عمليات النزوح المتواصلة صعب جدا وفي غاية الخطورة، فالاستهدافات الإسرائيلية متواصلة وعمليات النزوح متواصلة. أيضا الفلسطينيين الذين يحاولون كما تحدثنا الانتقال من منطقة إلى أخرى يتعرضون إلى استهداف سواء من الطائرات المسيرة أو الطائرات الحربية الإسرائيلية واستهدافهم بشكل مباشر. والآن حتى الفلسطينيين الذين حاولوا الوصول إلى شارع صلاح الدين تحديدا الاقتراب من مفترق
طارق دولة ومسجد صلاح الدين في حي الزيتون في المناطق الجنوبية الشرقية لمدينة غزة تعرضوا إلى استهداف من الطائرات المسيرة والمدفعية الإسرائيلية، وبالتالي الناس هنا في حيرة من أمرهم، لا يعلمون أين يذهبون. كافة المناطق هي عرضة للاستهدافات، وحتى المراكز والمتمثلة في مدارس تتبع للحكومة الفلسطينية ووكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين أصبحت مكتظة بأعداد كبيرة من الفلسطينيين. وفق الدفاع المدني تحدث عن قرابة 200,000 فلسطيني يتواجدون في المناطق الشمالية لقطاع غزة، وهناك مناطق مأهولة بأعداد كبيرة من السكان، لا سيما المدارس التي تتواجد في مخيم جباليا والتي تكون مكتظة بأعداد كبيرة من النازحين الذين لم يغادروا تلك المناطق، وهم تعرضوا خلال الأيام الماضية إلى استهدافات من المدفعية ومن الطائرات الحربية، كما جرى خلال الأيام الماضية في المستشفى اليمن السعيد حيث تم استهداف النازحين وخيام النازحين من تلك المنطقة. مع العلم أن المستشفى المعمداني الذي نتواجد فيه منذ قليل أيضا استقبل عدد من الإصابات من مناطق شمال قطاع غزة ومنطقة الصفطاوي ومن المناطق المختلفة من مخيم جباليا وتحديدا جباليا البلد والنزلة بعد عمليات النزوح المتواصلة للأهالي من تلك المناطق. والناس هنا يعني حقيقة يحتاجون إلى إدخال المساعدات الإنسانية، لا سيما بعد توقف دام أكثر من أسبوعين متتاليين لعدم إدخال أي من المساعدات الإنسانية والغذائية إلى مناطق شمال قطاع غزة ومدينة غزة. صحيح خلال الأيام القليلة شاهدنا بعض شاحنات الوقود التي وصلت من الجانب الإسرائيلي إلى المستشفى المعمداني، ولكن هذا ليس كافيا على هذا المستشفى والمستشفيات التي لا زالت تعمل في شمال قطاع غزة مع استمرارية العملية العسكرية في جباليا، كذلك في حي الزيتون والصبرة وغيرها من المناطق التي تعرضت إلى استهدافات على مدار الساعة والقصف المدفعي والتشريد. وحقيقة المشاهد جدا صعبة ومؤلمة هنا في مدينة غزة وشمال القطاع، وهناك هجمات إسرائيلية متواصلة وتهديدات متواصلة من قبل قوات الاحتلال الإسرائيلي للفلسطينيين الذين يتواجدون في مناطق الشمال المختلفة. ابقى معنا تامر، أتحول إلى أيمن أبو شنب في دير البلح بوسط القطاع ليطلعنا على التطورات لديه. تفضل أيمن. نعم سنار، الجديد بأن مسيرة إسرائيلية أطلقت قبل قليل صاروخا باتجاه منزل لعائلة فاضل في مخيم البريج في وسط قطاع غزة، وأسفر هذا القصف عن استشهاد فلسطينيين اثنين وإصابة عدد آخر بجراح مختلفة، وتم نقل جثماني الشهيدين والإصابات إلى مستشفى شهداء الأقصى. وأيضا المناطق الشمالية من مخيم البريج هي الأخرى تتعرض للقصف المدفعي ولإطلاق نار من قبل آليات الجيش الإسرائيلي التي تتوغل في المناطق الشمالية الشرقية من مخيم البريج، وهناك عملية محدودة للجيش الإسرائيلي، ونسمع بين الفينة والأخرى سماع دوي اشتباكات بين الفصائل الفلسطينية والجيش الإسرائيلي في المناطق الشمالية الشرقية من مخيم البريج. في بيانات سابقة للفصائل الفلسطينية تبنت عدة استهدافات لجنود الجيش الإسرائيلي ولآلياته في تلك المناطق. أيضا كذلك طال القصف المناطق الشمالية من مخيم النصيرات، هذه المناطق يعني نسمع بها بين الفينة والأخرى دوي يعني انفجارات هائلة، وخاصة في المناطق الشمالية من هذا المخيم، وخاصة في منطقة المغراقة، وادي غزة، مدينة أبراج الزهراء، منطقة أرض الدعوة وأرض المفتي، والمناطق الغربية أيضا من مخيم النصيرات، منطقة أبو مهادي وأبو معلى ومدينة أبراج الأسرى، تشهد بين الفينة والأخرى قصفا مدفعيا إسرائيليا عنيفا وإطلاق نار من قبل آليات الجيش الإسرائيلي، سواء من مسيرات إسرائيلية أو من مروحيات إسرائيلية وغيرها من آليات الجيش الإسرائيلي التي تطلق النار باتجاه المناطق الشمالية لمخيم البريج النصيرات عفوا. أيضا منطقة المغراقة هي الأخرى تشهد عمليات نسف لمنازل عدد من المواطنين في تلك المنطقة، وهذا يعود لربما بأن الجيش الإسرائيلي يعمل على توسيع المنطقة العازلة في محور نتسريم الذي يفصل ما بين جنوب وشمال قطاع غزة لمنع تساقط القذائف الصاروخية على الجيش الإسرائيلي في هذا المحور. أيضا الزوارق الحربية الإسرائيلية صباح اليوم
فتحت نيران أسلحتها الرشاشة باتجاه منطقة أبو معلة في المناطق الشمالية الغربية من مخيم النصيرات، وهذا أدى إلى حالة من الرعب في صفوف المواطنين والنازحين في تلك المنطقة دون أن يبلغ عن وقوع أي من الإصابات. أيضا سبق هذه الأحداث قيام الطائرات الحربية الإسرائيلية باستهداف منزل عائلة البيومي في مخيم 5 بالنصيرات، وأدى ذلك إلى استشهاد فلسطينيين 2 وإصابة آخرين بجراح مختلفة. أيضا المدفعية الإسرائيلية استهدفت المناطق الشرقية لمدينة دير البلح بعدة قذائف، وهذا أدى إلى حالة من الرعب في صفوف المواطنين القاطنين في تلك المنطقة دون أن يبلغ عن وقوع أي من الإصابات. المسيرات الإسرائيلية كما هي الحال عليه تحلق على مدار الساعة في سماء وسط القطاع التي تقوم برصد كل ما يجول على أرض وسط القطاع، وبإمكانها اغتيال النشطاء الفلسطينيين وإعطاء إشارات للطائرات الحربية الإسرائيلية باستهداف الأماكن التي تود الإغارة عليها وسط قطاع غزة مكتظ بالنازحين، 1.5 مليون نازح ونازحة. أي غارة إسرائيلية على أي منطقة في وسط قطاع غزة سيوقع عدد كبير من الشهداء والجرحى.